سي شعبان نرى أن هناك اهتمام كبير لا زال لهذا العصر بالرحالة ابن بطوطة، ما السر في ذلك؟ في الاعتقاد ديالي المتواضع أن ابن بطوطة هو كيعتبر من الرحالة الكبار، والرحلة ديالو عندها واحد الميزة أنها استمرت واحد المدة، واحد الحيز الزمني طويل ديال المدة ديال تقريبا ديال 30 سنة ولا 29 سنة اللي قطع فيها حوالي 120 ألف كيلومتر، اللي يعني تيدير تقريبا ثلاثة ديال الدورات ديال الكرة الأرضية، وجات في واحد الوقيتة اللي كانت الوسائل ديال التواصل والوسائل ديال التنقل كانت ما متاحاش وما كانت صعيبة بزاف، يعني الوسائل اللي كانت متاحة حينذاك إما كان يعني الدواب للراحلة، الجمال، الخيل إلى آخره، وفي يعني لابارتي ماريتيم كان الباطو، وفي الرحلة كيوصف لنا حتى نوع ولا أسماء ديال المراكب البحرية اللي كان تيطلع فيها مثلا ذاك الضوء اللي كانت سميتو اللي كانت تستعمل في افريقيا الشرقيه الى ذلك. الميزه ديالو بالخصوص هو انه كيربما في النظريه انه كيعتبر اول انثروبولوجي اللي بان بهذه السميه، لان ما كانش في هذا المعنى ديال الانثروبولوجي، ولكن هو بين لنا هذه القضيه ديال الانثروبولوجيا اللي غيجيو الناس من بعد اخرين اللي غيتخصوا في هذا المجال وغيبينوه بواحد الصفه اللي اكثر. هذا من جهه، ومن جهه ان الظرف ديال 14 القرن الرابع عشر ماشي القرن 18 ولا القرن 19 ولا اللي لان الظروف السياسيه كانت فيها مجموعه من سميتو من الصعوبات، مجموعه من الدول كانت مترميه الاطراف وكان فيها مجموعه احيانا من المشاكل، مشاكل ديال الطرق، قطاع الطرق الى ذلك، والوسائل الماديه اللي ما كانتش موجوده الى اخره. هذه ربما هذو هما الامور اللي خلاو ان الرحله ديال ابن بطوطه عندها واحد الميزه خاصه كتعلق بهذه الشخصيه المعروفه واللي هي مرموقه بطبيعه الحال، واللي كنفتخروا به انه مغربي اصيل. اش كان اختيار الناس اللي غادي يشاركوا فيها؟ الاختيار ديال الناس انهم يكونوا قرابين سميتو المجال البحث على شخصية ابن بطوطة، بالخصوص سي بن سلم حميش اللي دار مجموعة من المداخلات حول الرحالة ابن بطوطة، كذلك الرحالة المصري أحمد الشهاوي اللي الميزة ديالو أنه تتبع خطى ديال رحلة ديال ابن بطوطة، هذه هي الميزة، هذه ميزة أساسية. وكذلك جبنا واحد يعني باش نكونوا في ليسبري ديال هذا سميتو، جبنا مسيو أنس يقين اللي هو رحالة أيضا، شاب ومصور فوتوغرافي ايضا مغربي، اللي في السنه في السن ديالو 25 انطلق بغى انه يكتشف الاخر ويتعرف على الاخر ويتعرف على الذات ايضا. واستمرت سميتو هذاك الرحله ديالو حوالي واحد عامين، قطع فيها 5000 كيلومتر وهو غادي غير على رجليه، يعني احنا دائما في السبيد ديال الرحله وادب الرحله. خذ 7 ساعات، الثاني بياخذ 4 ساعات، وطلع من الطريق الشمالي وانا طلعت نفس الطريق بتاعه، طبعا الطريق صعب جدا، ده يدل ان الراجل كان بيتمتع بلياقه بدنيه برضو عاليه جدا، الجبل ارتفاعه 2243 متر، انا طلعت وصعدت عند الحجر وقال لك الحجره السوداء الموجوده، طلعت ادور لقيتها موجوده زي ما هي، الراجل كان صادق في كلامه وكان صادق معانا ورانا الطريق، واحنا بندي الطريق ده للشباب اللي بعدينا علشان يوصلوا. وسافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، أي اتعب فإن لذيذ العيش في التعب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. هو ده السفر وهو دي الترحال، وكل واحد حدثته نفسه في يوم من الأيام بالسفر والترحال، واللي ما حدثتهوش نفسه بالسفر والترحال يبقى فيه حاجة مش مظبوطة.